السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم محمد حدادي، وما أحدث أجهزة اللابتوب من شركة إيسوس والموجهة لصناع المحتوى والألعاب الخفيفة. معايا اليوم يا أخوان جهاز فيفو بوك برو 16M7600، ويعتبر أول جهاز لابتوب في العالم يحمل شاشة أوليد 16 بوصة. ولما نتكلم عن شاشات الأوليد يعني بنتكلم عن ألوان زاهية، عن لون أسود حقيقي، فبلاش أطول عليكم، خلينا نبدأ الفيديو مع بعض. خلونا بالبداية نشوف التصميم الرهيب للجهاز. فيأتي الجهاز بوزن 950 جرام تقريبا، وهو يعتبر وزن مثالي لجهاز يحمل شاشة 16 بوصة، ويأتي باللون الأسود وعليه شعار إيسوس بشكل بارز. كذلك لوحة المفاتيح، عندنا زر الانتر واضح، وحتى الاسكيب يأتي باللون البرتقالي وأرقام منفصلة على اليمين. وهذه اللوحة مدعومة بإضاءة خلفية، تقدر تتحكم بمستوى هذه الإضاءة أو إطفائها. كذلك عندنا مساحة ممتازة للتراكبات، وأيضا زر التشغيل والإيقاف مدمج به بصمة الأصبع سريعة الاستجابة. الجهاز من الأسفل مزود بنظام مروحة مزدوجة، نظام تبريد ثنائي مع أنبوبين حراريين لكي يظل الجهاز بارد عند أقصى أداء في المونتاج أو حتى بالعمل بصفة عامة. وعندنا ثلاث أنماط مختلفة، وضع الأداء والوضع القياسي والوضع الهادئ. خلينا الآن نشوف الشيء المهم بالجهاز، وهي بكل تأكيد الشاشة الملفتة. فالجهاز يأتي بشاشة 16 بوصة بأبعاد 16:10، شاشة أوليد 4K تصل نسبة السطوع ل 550 شمعة، ونسبة التباين 1 على مليون، وتدعم هذه الشاشة أكثر من مليار لون، وبدقة 3840 في 2400 بيكسل. بما اننا نتكلم عن شاشة اوليد، للي مجرب بيعرف كلامي، بتشوف الاسود اسود والالوان فيه رهيبة جدا، وهذا بكل تأكيد الشيء المهم لكل صانع محتوى من ناحية التصاميم والمونتاج. هذه الشاشة يا اخوان تدعم الـ HDR والضوء الازرق اقل بنسبة 70%، وذلك لحماية العين، وبتحصل على صورة اوضح في اي درجة سطوع، ومجموعة ألوان 100%، وأسرع زمن استجابة 0.2 ملي ثانية. وطبعا هذه النسبة مستحيل تشوفها مع أي شاشة لابتوب تيجي LCD. تتوسط الشاشة بالأعلى كاميرا الويب 720، وتقدر تقفلها وتفتحها من خلال الاختصار الموجود بالشريط العلوي للوحة المفاتيح، أو حتى بشكل يدوي بكل سهولة، يعني ما تحتاج تحط لصقة جروح. الجهاز يحتوي على تقنية الكلير فويس مايك، وهي عبارة عن تقنية من إيسوس لإلغاء الضوضاء، وهذه بتفيدك بكل تأكيد لو أنت حاضر اجتماع على زوم أو أي برنامج، تقدر تعزل الصوت سواء كنت في جالس في مقهى أو حتى في مكتبك، وتعزل صوت الموظفين أو حتى في البيت من الإزعاج اللي بيكون موجود بالبيت، يعني بتسوي لك فلترة لصوتك فقط، وتعزل على قدر الإمكان الصوت الخلفي. كذلك عندنا ميزة رهيبة جدا، وهو أول لابتوب مع أداة ديالباد، وبيستفيد منها صانع المحتوى في مجموعة أدوبي المختلفة، وهي عبارة عن واجهة افتراضية على التراكباد، تقدر تتحكم من خلالها في الكثير من التعديلات للتصاميم والمونتاج. خلونا نتعرف الآن على منافذ الجهاز من اليمين ومن اليسار. فعندنا من اليمين منفذ الطاقة، كذلك USB-A الجيل الأول 3.2، ومنفذ HDMI 1.4، ومنفذ USB-C الجيل الأول 3.2، كذلك منفذ ميموري كارد من نوع مايكرو SD، وأخيرا منفذ السماعات والمايك 3.5. أما من اليسار يوجد منفذين كلهم USB-A 2.0. أما بالنسبة للعتاد، فالجهاز مزود بمعالج من AMD، وهو الرايزن 9 5900HX، كذلك مزود بذاكرة عشوائية 32 جيجا رام، ومساحة تخزين 1 تيرا بايت من نوع SSD، وأيضا معالج رسومات من شركة انفيديا، وهو الجي فورس RTX 3050 Ti. يأتي الجهاز يا أخوان بنظام ويندوز 10 برو، وقابل للترقية الاختيارية لويندوز 11 بشكل مجاني، ويدعم الواي فاي 6، ويدعم البلوتوث 5.0، ويدعم الواي فاي بالترددين 2.4 و5 جيجا هرتز. أكثر ما يتميز فيه هذا الجهاز هي البطارية العملاقة بقدرة 96 واط، مع شاحن مرفق معاه بالعلبة بقدرة 120 واط. الجهاز يا أخوان مو بسيط أبدا، يعني ليس للأعمال الخفيفة، فهو موجه للمبدعين وأصحاب وصناع المحتوى من حيث التصاميم المونتاج، فبيعطيك أداء خرافي مع هذه الشاشة الخرافية الكبيرة. الجهاز متوفر في مكتبة جرير بسعر 6999 ريال. لو أنت مهتم باقتناء هذا الجهاز، بترك لك رابط الشراء بصندوق الوصف أسفل الفيديو. أتمنى أشوف رأيك في صندوق التعليقات. بكذا أكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو، يعطيكم ألف عافية.
لا تنسونا من لايك وسبسكرايب في القناة. في أمان الله.